دشن رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد اليوم في مدرسة السلام بصنعاء العام الدراسي الجديد بحضور القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان والقائم بأعمال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان. وبارك رئيس المجلس السياسي الأعلى للطلاب في مدارس الجمهورية انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يتزامن مع ذكرى هجرة الرسول الكريم وكعام ثان تحت العدوان والحصار، يستحق القائمين على العملية التعليمية الشكر والتقدير لما قدموه من جهود في سبيل إنجاح العملية التعليمية والتحضير لهذا العام. وأشاد بتفاعل جميع الطلاب والطالبات الذين تغلبوا على صعوبات العدوان والحصار وتحدياته من أجل مستقبل اليمن. نبارك لكم ونهنئ لكم جميعا بداية العام الدراسي الجديد الذي يتزامن مع ذكرى هجرة الرسول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن للعام الثاني تحت وطأة الحصار والعدوان، إلا أن نقدم كل الشكر والامتنان للإخوة القائمين على العملية التعليمية على الجهود المضنية التي بذلوها من أجل إنجاح العملية التعليمية في العام الماضي والبدء والتحضير للعملية التعليمية لهذا العام، كما نشيد ونشكر الطلاب والطالبات الذين يعيشون تحت وطأة الحصار والعدوان ويصابرون ويثابرون من أجل بناء مستقبل اليمن إن شاء الله تعالى. فالعدوان هدفه قتل ووأد مواهب اليمنيين، لأننا لو نحدثكم قليلا عن وضعهم هم في بلدان بعض بلدان دول الخليج العربي التي لا تستطيع أن تتحرك فيها إلا بمترجم، لأنهم ليس لديهم قيم وليس لديهم أهداف يستطيعوا من خلالها بناء أجيالهم، فهم يسعون إلى قتل أجيالنا. فقط هم يتخرجون في عالم التفحيط وفي عالم الحشيش والمخدرات، ونحن هنا سنسعى إلى بناء بلدنا بلد الإيمان والحكمة، معتمدين على إمكانياتنا الذاتية وعلى طلابنا وطالباتنا الذين يصيرون نوابغ في كل بلدان العالم. فما من بلد من بلدان العالم إلا ولليمنيين فيها باع طويل بذكائهم بمواهبهم. الإخوة والأخوات، كما تعرفون أن لكم زملاء وزميلات قضى عليهن العدوان ولقوا حتفهم بسبب ضربات العدوان، كما حصل في رداع على أيدي القاعدة وفي جمعة بن فاضل وفي كثير من المدارس، فهو يتعمد قتل اليمنيين والفتك بهم حتى لا يبقى لليمنيين مستقبل. نحن نشيد بحضوركم هذا الزخم الكبير تحت وطأة الضغوط النفسية والحصار والتهديد، ولكن بإذن الله تعالى نحن بصمودكم بثباتكم بصبركم بمثابرتكم اليمن إلى خير بإذن الله تعالى. كل الشكر والامتنان لكم ولآبائكم ولأمهاتكم وللقائمين على العمليات التعليمية الذين سيبذلون كل الجهد، ونأمل منهم أيضاً مضاعفة الجهود، لأن المرحلة استثنائية تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع التعاون والبذل والتضحية. كلنا أمل فيكم أيها الشباب والشابات جميعاً أن تكونوا نموذجاً في هذا العام، لنقدم نقدم صورة راقية عن ثبات وصمود اليمنيين كباراً وصغاراً، فأنتم الجيل الذي سيصنع مستقبل اليمن بإذن الله تعالى.